نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا ومحافظة الغربية قافلة تنموية شاملة في قرية صان الحجر بمركز بسيون. تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1413 من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، إضافة لتقديم الخدمات البيطرية. شارك في القافلة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، كما شهدت القافلة مجموعة من الفعاليات الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف إلى تنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً.